السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انبوكسنج لمشتريات مغربيه جبتها، وحابه ان انا اعمل لكم ريفيو عنها وكده. في حاجات بصراحه كنت بجربها قبل كده، وبناء على التجربه الاولانيه اللي انا استخدمتهم وكده، حبيت ان انا اعمل ريفيو تاني عنهم، وفي نفس الوقت انبوكسنج لحاجات جديده. فيلا بينا نشوف البوكس ده منين. ده من مجدولين، جروب بيبيع منتجات مغربيه، يعني فاتح بقاله كتير. جربتهم بقالي سنة وشوية، بستخدم حاجات من عندهم بصراحة حلوة جدا. بيبيع زيوت وحاجات ليها علاقة بالصابون المغربي والليفة المغربية وحاجات خاصة بالعروسة وكده. فلو حابين تجربوا حاجات منهم حلوة جدا بصراحة. ده شكل البوكس من جوه. هبتدي بالحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده وكانت نتيجتها حلوة. اول حاجة ده اعتقد زيت القطران، يعني العبوه بتاعته صغيره، بتبقى 50 ملي. انا اتكلمت عنه كتير جدا. ليه بقى؟ لان انا استخدمت زيت القطران ده مع ان حجمه صغير، بس كان نتيجته رائعه جدا في الفراغات، وبيطلع بيبي هير كتير، وبيخلي الشعر طالع لونه اسود وغامق، فبيخليه لون حلو جدا. والبيبي هير اللي بيطلع ما بيبقاش ضعيف، بالعكس بيبقى قوي، فبيطول بسرعه. الفكرة ان العبوة بتبان صغيرة بس بتقعد معاكم مدة كبيرة، بس طبعا عشان البيبي هير يطلع في المناطق اللي هي فيها فراغات او كده محتاج وقت، ومحتاج تكرريه اكتر من مرة. فاستخدمته كان حلو جدا للحواجب، بس ما استخدمتهوش مدة طويلة للحواجب، بس استخدمته للفراغات بتاعت الشعر. بصراحة حلو جدا، وبيتقل الشعر وبيقلل القشرة، فهو بصراحة حلو. اللي عندهم قشرة بتطلع في فترات معينة، هو مش بيمنع ظهور القشرة، هو القشرة بتطلع عادي، بس هو لو عندك قشرة بيبتدي يقللها، بس مش بيمنعها. هما طبعا حاجات بتيجي متغلفة قوي عشان الزيوت بتعمل يعني ممكن تدلق او يحصل مشكلة فيها، فبيبقوا قافلينها كويس. هو ده زيت القطران، بيكون بالشكل ده كده، الازازة بتكون صغيرة، بيكون ريحته بس منفذة وريحته وحشة جدا، بس نتيجته حلوة جدا، وانصحكم كلكم انكم تجربوه. بيكون بالشكل ده وجابوه من مكان موثوق، يعني هي كابتج موثوقة جدا، علشان كده النتائج بتاعت الزيوت بتاعتها والحاجات الخاصة بالسكين كير بتلاقوا فيها نتيجة حلوة اوي. ده بالنسبة لزيت القطران، جربته قبل كده، ودي تاني عبوة يعني اجيبها وكده. في بقى الصابون المغربي، ده صابون بزيت الارجان والعرقسوس، ده علشان التفتيح وتنظيف الجسم وكده. بس انا كنت جايبه الصابون بالنعناع، صابون مغربي بالنعناع كان حلو جدا، فقلت اجيب صابون تاني، بس للاسف انا ما قلت لهاش النوع اللي انا عايزاه، فهي جابت ادتني اللي هو بالعرقسوس والارجان. زيت الارجان بيرطب وفي نفس الوقت بيفتح، فكويس برضو يعني. انا سبتها، انا قلت لها عايزه صابون مغربي، بس ما قلتش النوع بالظبط. في بالنيله الزرقاء، في كمان بالارجان والعرقسوس، وفي بالنعناع، وفي بالعقر الفاسي، وفي بالحاجات تانية كتير، يعني في بروائح، في حاجات تانية، بس انا جبت بقى اللي هو بالارجان بناء على اختيارها. يعني هو تقريبا بيكون ربع كيلو في الرينج ده، يعني انا كنت وزناه قبل كده لما جبته كان ربع كيلو. ده بقى مش عارفه بالظبط حجمه قد ايه، بس اعتقد هيبقى ربع كيلو برضه. انا بس عايزه اشوفه من جوه لونه، هو لونه مدي على اصفر كده. القوام بتاعه بيكون تقيل وحلو جدا، وبيكفي معاكم مدة طويلة، يعني لو انتوا هتستخدموه كحمام مغربي بصراحة حلو جدا، وقعد عندي كتير قوي. بيكون متغلف بالكفر بتاعه، يعني كويس اللي هو كمان ليه زي غطا كده. هي الباكج دي جديدة، انا كنت جايباه في برطمان عادي، بس هم غيروا الباكج، دي احسن طبعا. بصوا قوامه تقيل قوي، يعني الصابون نفسه تقيل، ريحته عادية، يعني ريحته حاجة طبيعية بس. وده شكله،
لو انتوا عايزين تعرفوا اسعار حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا اقول لكم الاسعار. يعني حاجه عايزين مثلا تعرفوا سعر الصابون هقول لكم على سعر الصابون. طيب ايه تاني جربته وكان حلو جدا؟ هي الدلكه، وانا ما قلت لها كان في انواع تانيه من الدلكه، بس انا جبت اللي هي العكر الفاسي وزيت الارجان. في بيحطوا فيها روائح زي الخمره والحاجات دي وحاجات تانية، بس انا جبت اللي هي بالعكر الفاسي، بتبقى لونها كده. بس طبعا لو فتحتها تبهدل الدنيا حواليا، العكر الفاسي بيثبت في الملابس وكده، فبتضطري تغسليه او تستخدمي مسحوق تنظيف، فانا مش عايزه ابهدل نفسي بصراحه. هفتحه بس لما يعني ايه اكون عامله الاحتياطات. هو بيكون كور بالشكل ده، هبقى اوريه لكم وانا بعمل الخلطه بتاعه العكر الفاسي، لان بعملها خلطه، واوريكم بتستخدموه ازاي عشان يجيب نتيجه حلوه. بيكون عكر فاسي، ريحته هو ريحته حلوه قوي. اللي انا جبته قبل كده كان دلكه ومعاها زيت ارجان وفي ريحه بخور كده، كان حلو قوي وكان ريحته بتثبت في الجسم. قلت بقى اجيب اللي هي بالعكر الفاسي، بتدي لون خفيف توريد للجسم وفي نفس الوقت بتنضف وبتقشر الجلد، حلوه جدا. انا ما جبتش الليفه لان انا عندي ليفه كنت جايباها قبل كده منهم، فما جبتش الليفه. ده بالنسبه للحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده، اللي هو الصابون جبت منه قبل كده وده نوع تاني اجيبه من نفس البراند، وزيت القطران والدلك. دول الحاجات اللي انا كررتها لان نتيجتها حلوه جدا. في حاجات تانية جبتها قبل كده ما جبتهاش تاني عشان حبيت انوع. في بقى الصابونه دي، هي صابونه للمناطق الحساسه، هي بتفتح البشره وخاصه بالمناطق الحساسه، فهي حلوه جدا، فيها تعقيم فبتعقم المنطقه زي مطهر للمنطقه، فهي حلوه جدا. اسمها الياقوت، ده شكلها. بصراحه اول مره اجربها، فلما اجربها هعمل لكم عنها ريفيو ان شاء الله. ممكن اصورها وبعد كده يعني ايه عشان اسجل الريكورد او صوت للفيديو، فهبقى اصورها وهي شكلها، لان لما بستخدم الحاجه ساعات بكسل ان انا بصراحه اعمل فيديو. بعد كده جبت برضو اللي هو خاص بالرموش، اللي هو تكثيف الرموش والحواجب من الاسود. ده زي تركيبه كده بزيت اللي هو زيت الخروع واللي هو الكحل الاسمد. الكحل معروف الاسمد ان هو بيطول الرموش، بيكثف الرموش وكده والحواجب، فجبته. كان عندي اصلا كحل الاسمد كان حلو جدا، فقلت اجيب الخلطه دي لتكثيف الرموش والحواجب وهجربها واقول رايي فيها. بيجي معاها الفرشه، ده شكل فرشه وده شكل ايه المكثف الرموش، بتبقى صغيره كده. الحاجه اللي برضو اول مره اجربها منهم، بس بصراحه انا استخدمته مره قبل ما اعمل الفيديو، يعني انا فتحت البوكس واستخدمته لان كنت محتاجه ان انا استخدمه كده، وقلت اعمل لكم بقى عنه ريفيو من ضمن الحاجات. بصوا زيت الصاد بيكون بتاعه بالشكل ده، اعتقد 100 مللي ده بيكون شكله، بيكون فيه زي اعشاب من جوه، لو بصيتوا هتلاقوا اعشاب. الزيت ده خاص بالنمو الشعر، هو بيقلل نمو الشعر بعد السويت او استخدام الحاجه اللي انت بتستخدمها لازاله الشعر. بتدهنوا المنطقه كل يوم بالليل قبل ما تناموا، لازم كل يوم على الاقل اول اسبوع او اسبوعين تستخدموا الزيت وتتلجوا بيه المنطقه، مش تدهنوا بس، لا تعملوا مساج للمنطقه عشان الجلد يتشربه، بيقلل ظهور الشعر في كل المناطق اللي في الجسم، سواء المناطق الحساسة او الايد او الرجل او كده، فهو حلو جدا. بس متستخدموش لشعر الراس عشان غلط. استخدمته حلو جدا ومش بيسبب حساسية ولا اي حاجة ومش بيزيت. انتوا مسافة ما بتعملوا مساج جلدكم بيتشربه، بيخلي الجلد طري جدا، فعجبني، ما بيسببش التهابات ولا اي حاجة. انا بشرتي حساسة فهو ما بيسببش التهابات ولا اي حاجة، فانصحكم انكم تجربوه بجد. وبالنسبة للي هو مناسب للبشرة حساسة عادي، بس للشعر انا لسه مش عارفه هو يطلع شعر بعد قد ايه، فهيكون تحت التجربه بالنسبه بيطلع شعر بعد قد ايه او بيقلل فعلا ظهور الشعر او كده، فهعمل ريفيو عنه يكون شامل الحاجات دي كلها. بس هو بالنسبه للكزيت زيت خفيف جدا على الجلد، مش بيسبب حساسيه ولا حاجه ومش بيزيت الهدوم، لو انت مثلا حطيتيه ولبستي فوق اي حاجه مش بيزيت. بس اهم حاجه اعملي مساج للمنطقه كويس علشان ما يزيتش،
لو انتي ما عملتيش هيبقى طبعا جلدك ما تشربش الزيت، فهيسبب لك اللي هو يبقى على اللبس او مش هيجيب نتيجة حلوة. فلازم تعملي مساج للمنطقة اللي انت هتدهني فيها الزيت ده، وكل يوم بالليل هيبقى حلو جدا كتجربة. بس كتجربة مبدئيا هو حلو، بالعكس حسيت ان هو مرطب رجلي جدا، وفي نفس الوقت ما حسيتش ان هو فيه هرش او حساسية، لا حلو جدا. هجربه بقى واخلص منه كمية كده واشوف النتيجة بتاعته، يعني شهر كده ان شاء الله اعمل لكم عنه ريفيو. ايه تاني؟ بصوا السويت اللي هو المغربي، هو سويت بالدلكة وعطر الخمرة والبنج وزيت النمل. حبيت ان انا اجرب من عندهم السويت، يعني ليه؟ لان هو فيه عطر يعني بيخلي الجسم ريحته حلوة، مش بتكون فواحة قوي بس بيخلي الجلد نفسه ريحته حلوة. وفي زيت النمل والبنج عشان البنات اللي بتقلم وهي بتعمل سويت او كده بتضطر تحط بنج وبعد كده تستخدمه. لا هو مش محتاج انك تحطي بنج على جسمك، هو اصلا فيه بنج وفي زيت النمل برضو بيقلل ظهور الشعر. فلو جمع يعني استخدمت الاثنين دول مع بعض وجابوا نتيجة حلوة جدا في تقليل الشعر، والسويت لقيتها حلوة جدا في الازالة وكده، هعمل لكم برضو عنهم ريفيو. بس السويت اول مرة بصراحة اجربها. الحاجات برضو اللي اول مرة اجربها هو زيت الارجان المغربي ده، تقريبا 120 ملي. هو بيكون شكله كده، هو سبراي بترشوه، هو اصلا لتقوية الشعر، تنعيم الشعر البنات اللي شعرها هايش، فهو هيكون كويس جدا معاكم. وهو بيقلل الهيشان وفي نفس الوقت بيغذي الشعر وبيقويه، فهو بصراحة حلو جدا. بس لسه ما جربتهوش، وبناء على ترشيحاتها هي قالت لي اللي هي اللي زيت الارجان الهيشان حل، فمتفائلة بيه. ليه؟ انا كنت جايبة زيت الحشيش من عندهم، حلو برضو، كان كويس، بس كان كويس مع اللي هو الاطران، يعني كنت ببدل في استخدامهم، كان حلو جدا. الفكرة ان هو كنت الاثنين بستخدمهم حمام زيت، ما كنتش بستخدمهم دهن، هم حمام زيت وبغسل شعري. بس زيت الحشيش ممكن تستخدمه دهن عادي، بس كان تقيل بالنسبة لي فما حبيتش ان انا استخدمه دهن. جبت بقى زيت اسمه زريعة الكيف، مرضيش اكرر تاني زيت الحشيش، قلت اجرب حاجات تانية يعني زيوت تانية، بدل ما كل امشي على كل فترة اشتري نفس الزيت، لا حبيت ان انا اغير. ده بيتقل الشعر وبيطوله، اسمه زريعة الكيف، مشهور قوي، هو بيقوي الشعر ومطول الشعر. مليان برضو من جوه فيه اعشاب بالشكل ده، تقيل، وده شكله تقريبا برضو 120 ملي. الزيوت دي بتبقى جاية من المغرب، بتبقى معصورة، الزيت نفسه معصور، فكل الفوائد نازلة في الزيت ده، بصراحة حلو جدا. اكتر حاجة عجبتني في الجروب ان هو منتجاته طبيعية، في حاجات حلوة قوي، في حاجات بتحسوا ان نتيجتها بطيئة، ده الطبيعي. بس الحاجات اللي كانت نتيجتها سريعة وعجباني جدا بصراحة هو زيت الاطران، اكتر حاجة كانت عجباني، والدلكة والصابون المغربي، دول اكتر حاجات كانوا عاجبيني جدا، وبناء عليهم كررتهم تاني. هجرب بقى بقيه الحاجات التانية دي، لان بتاخد وقت، الزيوت بتاخد وقت عشان تشوفوا التكثيف والتطويل الحاجات دي كلها، وزيت الارجان لو لقيته بيطر الشعر فعلا وبيقلل الهيشان والحاجات دي كلها هيبقى حلو جدا، لانه بيبقى حلو للاطفال، فممكن تستخدموه في وقت المدارس هيبقى كويس جدا. بس هو ده ريفيو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.